للسيد رئيس الحكومة للإجابة على الأسئلة المطروحة في إطار وحدة الموضوع. السيد رئيس الحكومة. السيد رئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء والنواب المحترمون، يشرفني أن أحضر مرة أخرى بمجلسكم الموقف في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور للإجابة عن أسئلتكم المتعلقة بتأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني. فكما تعلمون، يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية انطلقت بأزمة كوفيد 19 والتي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021 في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعدات الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وقد وصلت حدة التوترات التضخمية إلى مستويات استثنائية سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات 8.5% في الولايات المتحدة و7.5% في منطقة اليورو، وما يقارب 9.8% في إسبانيا و61% في تركيا و11% في البرازيل. وفي ظل هذا الوضع المضطرب فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب. فبعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سوف يعرف نمواً بحوالي 4.4% سنة 2022 مقابل 5.9% سنة 2021، صار من المؤكد حسب صندوق النقد الدولي أن يعرف تباطؤاً بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطراب الإمدادات وارتفاع في التضخم وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج. وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلاً من 4.4 إلى 3.5 في منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا، حيث سيتراجع النمو من 3.9 إلى 2.7. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، في مواجهة هذه الأزمة المتوالية أبان الاقتصاد الوطني عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد يجعل من تمكين المواطن هدفاً أساسياً بكل السياسات. وقد ساهمت هذه العوامل في أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021 وبداية هذه السنة. وهكذا، وبعد تراجع النمو ب 6.3% سنة 2022، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نمواً يفوق 7% سنة 2021، ارتباطاً بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز ب 18%. هذا إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات الغير فلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة، وبذلك سجلت القيمة المضافة الغير فلاحية ارتفاعاً يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب 3.9%، أي ارتفاع يفوق نقطتين. كما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً استثنائياً بنسبة تقدر ب 36.8%،
لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93 مليار ديال الدرهم سنة 2021. هذا وقد استمرت نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام الغير فلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022. وفي هذا الإطار تؤكد المؤشرات الظرفية الحالية المنح الإيجابي للاقتصاد الوطني نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة والبناء والأشغال العمومية وقطاع المناجم والصناعات الغذائية والنسيج وصناعات الطائرات. كما يعرف الاستثمار تطورا إيجابيا بما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة بنسبة بلغت على التوالي 18.5% و 51 وتقريبا 52% نهاية شهر فبراير مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، عرفت بناء مبيعات الإسمنت ارتفاع يقدر ب 5.8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع 2021. عرفت صادرات مشتقات الفوسفات في نهاية شهر فبراير زائد 96% بالنسبة ل 2021، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب 13.8% وصادرات النسيج ب 26% وصادرات قطاع الطائرات ب 53% والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب 23% وصادرات قطاعات السيارات بزائد 4%. هذا الشيء كله في آخر فبراير بالنسبة لسنة 2021 نهاية 2022. بالنسبة للطلب الخارجي، يعرف استهلاك الأسر تطورا إيجابيا على أطر المنحة الإيجابي التي تعرف أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذت ولا زالت الحكومة، وكما استمرت تحويلة المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13.1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022. حضرة السيدات والسادة، بالنسبة للقطاع الفلاحي فمن المتوقع أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 الذي حددته في 80 مليون قنطار، إلا أنه وبفضل المجهودات المبذولة وفي إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية، إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعاً يقدر ب 18% وصادرات الحوامض ارتفاعاً يقدر ب 37%. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعاً سواء من حيث القيمة زائد 44% أو من حيث الحجم 17% خلال شهر فبراير 2022. ومن شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخراً الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعة الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية، وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي. على العموم فإن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين 1.5 و1.7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل ديال 3.2% المتوقع في إطار القانون المالية، متأثرا أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11% مقابل زائد 18% المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021. أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير فلاحي فمن المتوقع أن تعرف معدل نموه يناهز 3.1% سنة 2022، كما أن معدل التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط بلغ 3.6% في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5
في المياه والمنتجات الغير الغذائية بنسبة 2.5. ومع ذلك يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي في بلادنا. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي. لقد كان جلالة الملك حفظه الله برؤيته المتبصرة والحكيمة قد شدد التأكيد في خطابه السامي الموجه للبرلمان في خلال افتتاح الدورة الخريفية لهذه السنة الشيعية على 3 أبعاد استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحها، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات، وفي مقدمتها عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحسينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وفي هذا الصدد أكد الخطاب الملكي السامي الموجه إلى ممثلي الأمة على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحليل المستمر للحاجيات الوطنية التي من شأنها أن تعزز كما ورد في الخطاب الملكي الأمل الاستراتيجي للبلاد. وقد تجاوبت الحكومة مع التوجيهات الملكية السامية مع انتظارات المواطنين، فبذلت جهودا استثنائية للتعاطي مع تداعيات هذه الأزمة المتعددة الأبعاد. واليوم ولله الحمد تؤكد كل المؤشرات الماكرو الاقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022 صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، كما أنه على المدى القريب والمتوسط وخلال هذا الشهر الكريم سيتواصل تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظ وكافي، خصوصا من المواد الغذائية والطاقية. حضرة السيدات والسادة، لا بد من التذكير بأنه كان للحكومة الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية خلال الإعداد والمصادقة على قانون المالية لهذه السنة، رغم أن البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك. ونتذكر جميعا النقاش الذي كان أثناء عرض مشروع قانون المالية، واليوم يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية. ونحن على وعي كسائر دول العالم نجتاز مرحلة من اللا يقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفند كل الفرضيات. وقد عملت الحكومة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد-19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية الغير مستقرة أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المبني على توقع نسبة 3.2%، وهي فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العالمية لشهر أكتوبر 2021 وكانت مواتية للاقتصاد الوطني. وفي ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار، واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية. فلا بد من التذكير أن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ بداية 2022، حيث تجاوز
أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل مع متوسط 99.4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022. وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار حتى 500 ديال الدولار للطن ومتوسط ديال 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن ومتوسط 440 دولار للطن خلال نفس الفترة. أيها الحضور الكريم، أمام هذه التحديات تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانية بدقة واستباقية فعالة، فقد بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21 مليار ديال الدهم ما تم سنة 2021 مقابل توقعات اللي كان ديال 12.5 مليار في نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار ديال الدهم إضافية مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار ديال الدهم. قد بادرنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار أثمنة في الحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه. كما استجابت الحكومة لنداء مهني النقل وخصصت دعما ماليا ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل في مواجهة الارتفاع الغير مسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة تنتمي لفئات مهنية مختلفة. وستتخذ الحكومة التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية. سيدات السادة، على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الضفية والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها خلال البرنامج الحكومي. هكذا فقد بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنمية الواعدة، في مقدمتها أوراش وفرصة، وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي وتخصيص حوالي 8 ديال المليار ديال الدهم كزيادة في كتلة الأجور لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين لا سيما في قطاع الصحة، وضخ 13 مليار ديال الدهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. وقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة. ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي وخصصت 2 مليار ديال الدهم لإنعاش القطاع. كما أنه بتوجيهات ملكية سامية نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار ديال الدهم لقطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي. ولابد من الإشارة هنا أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية
وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسويات متوازنة بين الأطراف المتدخلة. ولهذا فالحكومة عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة، صحيح أننا في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، ولا شك أن الأزمة الروسية والأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية، خصوصاً في شقه الاجتماعي. كما من اللازم أن أؤكد لكم أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص عليه الحكومة، ستحرص الحكومة على الوفاء به. وإن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعيات المالية لهذه الضفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله من خلال المصادقة وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر الحكومة على ما يقل عن 20 مرسوما تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والذين يزاولون نشاطا خاصا والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. وإلى غاية بداية شهر أبريل فاق عدد المسجلين في هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي 1,700,000 منخرط. ومن جانب آخر فإن الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، ذلك أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار ديال الدرهم. سيتم تخصيص ما يناهز 4.2 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام رميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بخمسة الملايير ديال الدرهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التندوس تيسير ومليون محفظة. وهذا ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية من جهة، لمتطلبات إنجاح الوصل الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية الذي أطلقته تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية. هذا إلى جانب تتمين الموارد البشرية الصحية وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية. وبالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح التعليم عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون السن الرابعة، مع تكوين مربيين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة. هذا إلى جانب العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في العالم القاري عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعتية، وتطوير النقل
والإطعام المدرسي، كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بها. ومن جانب آخر، ستواصل الحكومة تشجيع المبادرة المقاولتية من خلال توطيد إجراء المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية وتشجيع الاتحادات بين المقاولات وعقود المناولة، هذا إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة وتفعيل برنامج فرصة التي تم إطلاقه يوم 7 أبريل، والذي يهدف إلى منح قروض شرف بدون فائدة مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين. وبالموازاة مع هذه المشاريع والتدابير الهامة، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس، كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل برنامج أوراش الذي تم إطلاقه في كل الجهات والأقاليم، والتي خصصت له ميزانية 2,250,000,000 درهم هذه السنة، وبالإضافة لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر والتحول الصناعي والبنية التحتية والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. ولئن ضمان تنزيل هذه الأوراش، هذه البرامج والأوراش الطموحة في ظل إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي لا يستقيم إلا مع استدامة ماليتنا العمومية، فالحكومة حريصة على الحرص على ضمان توازنات قانون المالية من خلال توطيد مسار الاستيعاب التدريجي لهذه التوازنات مع تعبئة الإمكانية الضريبية والجمركية اللازمة وتطوير التمويلات المبتكرة والتدبير النشيط للمحفظة العمومية مع الاستمرار في تدبير عقلنة التسيير العادي للإدارة. وفي هذا الإطار تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021 من تقليص عجز الميزانية ب 1.6% من 7.6% من الناتج الداخلي سنة 2020 إلى تقريبا 6% سنة 2021. ونتيجة لذلك تراجع حجم المديونية ب 1.5% نقطة، يعني دازت من 76.4% من الناتج الداخلي الخام المديونية إلى 74.9%. وتتواصل نفس الدينامية بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم، أي بزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وغادي نرجع من بعد في الفترة الثانية لشرح هذا الاكسيدون. وبذلك ستتمكن الحكومة، اللي هو ماشي اكسيدون كاين اللي داخل في لا لوا فينونس، ستتمكن الحكومة من توفير الإمكانية المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأتمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون تعديلي. فالحمد لله لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية، ولا حدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي، ولا بد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير للميزانية، ميزانية الدولة، وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية، ومما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندرز اند بوز، التي أكدت الأفاق المستقرة لتوازناتنا المالية. حضرات السيدات والسادة، لقد راكمت بلادنا تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، بل نجحت في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور، حيث أن الوعي
قائم لدى كل أعضاء الحكومة بدقة وحساسية المرحلة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، وذلك فهي مستعدة لتعبئة كل الموارد الممكنة لاتخاذ ما يلزم من القرارات العمومية حتى تتلائم حزمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة الصدمة المتعددة الأشكال التي قد يعاني منها العرض والطلب على حد سواء في السوق الداخلي والدولي. وذلك أننا نواجه اليوم أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير، يواجهها نظامنا الاجتماعي والاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث، ولا يساورنا في الحكومة أي شك أننا سنتغلب على هذا التحدي وراء العزيمة القوية والمتبصرة لصاحب جلالة الملك حفظه الله. فإرادتنا قوية على اتخاذ كل ما يلزم لتخفيف الأعباء على المواطنين والمواطنات، وهذا هو دورنا الدستوري الذي جئنا من أجله وحصلنا به على ثقة جلالة الملك نصره الله.